السلام عليكم محنناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد الوصفة يا أختي، واحد الوصفة أقل ما يقال عليها وصفة أبو قص بمعنى الكلمة، من معنى واحد الحاجه التوب ديال التوب. فكنشوف بزاف ديال الناس كيكتبوا لي في التعليقات، نزل لكم بزاف ديال الوصفات ديال الغوض اللي كنت جربتهم في فتره من الفترات. ف بغيت وصفات وحدين اخرين اللي حطيت لها مثلا شي وصفه كتكال، بغات وصفه كتدهن. الا حطيت وصفه كتدهن كتقول لي لا هذيك الاخرى راه ما ناسبتنيش. فانا اكيد 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 ان شاء الله كلكم غادي نفرحكم باذن الله تعالى. بعض البنات يعني غلاض في الجسم ديالهم، ولكن عندهم الوجه ديالهم رقيق بزاف. فعندي لكم واحد الوصفه زوينه زوينه بزاف، غنعطيكم وصفه غادي تشربوها يعني غادي تاكلوها، وعندي كذلك وصفه غادي تدهنوها لحنيكاتكم يا ام الحنيكات. فغادي تشوفوهم معايا، وصفات جد جد بسيطه ومكوناتها متوفره بكل بيت يا اختي. غالي ما بغات تغلاض، غالي ما بغات تزيان ياكي، يعني قلتها لكم. فغادي نشوفوا المكونات. قبل ذلك كنشكركم بزاف بزاف على تعليقاتكم الاكثر من رائعه والمحفزه، وعلى البارطاج ديالكم، واللي كتكتب لي راني وريت القناه لبنت خالتي لبنت عمتي لصاحبتي. كنشكركم من كل اعماق قلبي، وكنشكركم على الدعوات الطيبه، ومني كدعيوا ربي يحقق لي اللي في بالي. فكنقول لكم كلكم امين ولا كنا بالمثل يا زينوشاتي. فاول حاجه غادي نبداو بها، بعدا غادي نبداو بواحد الوصفه سهله مهله. فاول مكون معنا عجة التمر، هي هادي او ما يسمى بعجين التمر، كل واحد واشنو كيسميها. هادي هي، شوفوها معايا، راها كتباع في السوبر ماركت في ما مشيتو، هي من التمر. وكاين واحد النوع اخر اللي كيكون منكه مثلا بماء الزهر حسب النكهه اللي نتوما بغيتوها طبعا، ولا مثلا بالمكسرات ولا. فغنعطيكم هاد الوصفه بعدا، واحد الوصفه الاولى اللي خاصه بال يعني غتبين لكم سبحان الله، غتبدا لكم بالوجه، الوجه ديالكم هو الاول اللي غادي يغلط. هذه طبعا البنات اللي عندهم الوجه الجسم ديالهم كله غليظ، مي الوجه ديالهم رقيق، فهاد الوصفه راه غتصلح لكم. غنعطيكم كذلك واحد الوصفه اخرى اللي كيتطلصيها للحنيكات يا اختاه، يا كي غتزياني صافي. وكذلك راها كتصلح البنات اللي عندهم الوزن ديالهم ناقص وبغاو انهم يتزادوا، ولكن اهم حاجه راه غيبدا لك سميتو بالحنيكات. فغادي نحتاجوا الى الصوجة راه سبق شفتوها معايا، او ما يسمى بفول الصويا او حبوب الصويا، شفتوهم معايا. هذه هي الصوجة موجوده طبعا، غادي تجيبوها عند العطار. البنات يعني اللي خارج الوطن راه تلقاوها في البازارات اي بلاصه. وغادي نحتاجو كذلك الى الزنجلان او ما يسمى بالسمسم، ياكي. فالطريقه جد سهله وبسيطه، غادي تاخدي الصوجة غادي تقليها هي وهذا والزنجلان او ما يسمى بالسمسم، غادي تقليهم على نار هادئه مع التحريك ياكي. ومن بعد غادي تطحنيهم، ومني غادي تطحنيهم غادي تضيفيهم غادي تعجنيهم مع عجة التمر او عجينة التمر. فغادي تاخدي ديك الكميه، مثلا انت بغيتي تصاوبي ربعه غديري ربعه يعني 250 غرام من الصوجة، 250 غرام من السمسم، و 250 غرام من عجينة التمر. وبامكانك كذلك تضيفي مكسرات، ولكن المكسرات غيزيدوا كامل الجسم من المره الاولى، يعني انت كتستعملي الجسم ديالك كله غادي يزيد. ولكن الا استعملتي الصوجة مع السمسم او الزنجلان فغادي يزيدك في الوجه اول حاجه. فانت طبعا اختاري الغزاله ديالي الحاجه اللي غادي تناسبك، وغادي تصاوبيهم على شكل كويرات، وتبقاي تفطري بهم كل صباح، تبقاي تفطري بهم مع الحليب. ولكن ضروري ان الحليب يكون حليب يكون ساخن، يعني ماشي هاد الوصفه هادي راها ما كتاخدش مع حليب بارد، ضروري انك تاخديها مع حليب ساخن وتؤخذ 3 مرات في اليوم. غادي تاخديها مثلا بعد وجبه الافطار، بعد وجبه الغداء، وبعد وجبه العشاء، ولا قبل وجبه العشاء، يعني اللي عجبك يا الغزاله ديالي. ولكن اهم حاجه انك تاخديها 3 مرات في اليوم. وكما كنقول لكم
لكم دائما أي وصفة للتبييض، أي وصفة للغلظ، أي وصفة للرق، يعني الوصفات الطبيعية كيبغيو المداومة. يعني الحاجة كديريها مطلوب منك أنك تعمليها ثلاثة ديال المرات في اليوم، ديرها ثلاثة ديال المرات، ما تعكزيش، ما تقوليش لا اليوم نديرها وغدا لا وبعدو لا، ما تعكزيش على الحاجة، لأنك أكيد وكوني على يقين أنك غادي تلقاي نتائج مرضية. وطبعا كنهضر لكم عن تجربة. وبالنسبة لنفس الوصفة، هذه الوصفة نيتي لا بغيتو أنكم يعني تغلضوا بها كامل الجسم، راني سبق وحطيت لكم واحد الوصفة مشابهة، فغادي تستعملي عجة التمر. هذه العجة هذه لنفرض ما متوفراش عندك، لان في واحد الفيديو سابق بعض البنات قالوا لي راه ما متوفراش عندنا، غادي تجيبي داك النوع ديال التمر اللي كيكون بحال هكذا رطب ياكي، وغادي تحيدي منه العظام، كاين اللي كيبخرها كاين اللي ما كيبخرهاش، يعني تكون في الكسكاس فهمتيني. فالمهم الا جبتي هذاك التمر اللي كيكون رطب بزاف راه ما تحتاجيش انك تبخريها نهائيا نهائيا، فقط انك تمعسيها مزيان وتعجنيها مع ماء الزهر، فكيجي المذاق ديالها جد رائع، وديك الساعه نكيها بالحاجه اللي بغيتي، وغادي تضيفي عليها المكسرات، وغادي تضيفي عليها إلان او ما يسمى بحبوب الدخن، راه سبق وشفتوهم معايا بواحد الفيديو. هاد الوصفة مع حبوب الدخن ناري، ما نقولش لكم، يعني في 15 يوم غادي تشوفي نتيجة، وكتخد تاية 3 ديال المرات في اليوم، يعني إلا حسبناها مثلا في الأسبوع شحال هاديك، مهم يعني غتاخديها شحال ديال المرات، عدد لا بأس به، وأكيد غادي تلقاي النتيجة عليها، قلت لكم راه غتشوفوا النتيجة من الأسبوع الأول. الآن غادي نمشيو للوصفة اللي غادي نستعملوها للوجهين ديالنا ياكو، باش نزيدو في الحنيكة. طبعا واحد الوصفة راه كاع البنات اللي عندي في القناة واللي كيتيقوا في وصفاتي راه مشاو وجربوها، وكلهم رجعوا كتبوا لي الحمد لله في التعليقات، سواء في هذاك الفيديو سواء في فيديوهات أخرى، هي تسمين الخدود في 3 أيام إبداعات نهالي النواعم. كتبوها في بحث اليوتيوب، كتبوا تسمين الخدود إبداعات في 3 أيام إبداعات نهى للنواعم، راها واحد الوصفة فن فن كتهبل، كتمنى فعلا أنكم تستعملوها. وطبعا بالنسبة للبنات اللي عندهم سواء الوجه ديالهم رقيق سواء اللي عندهم تجاعيد في الوجه، فكنصحكم بهذا السيروم، هذا هو ولا جاهز للاستعمال. شوية البنات كي ولا ثقيل، راني استعملت منه راه كان حتى لهنا، راني استعملت منه قربت نكمله. هذا السيروم هذا راني صاوبته معكم، غادي تلقاوه على القناة، والعنوان ديال هذا السيروم هذا هو وصفة لإنقراض التجاعيد إبداعات نهى للنواعم. كتبوها في بحث اليوتيوب، البلاصة فين كاين واحد المجهر تما غادي تكتبي وصفة لإنقراض التجاعيد إبداعات نهى للنواعم. وطبعا غنقول لكم الفوائد ديالو، الحمد لله يعني واحد النتيجة رائعة رائعة جدا، سواء البنات اللي عندهم تجاعيد ولا اللي عندهم الوجه ديالهم رقيق، راه واحد الحاجة توب ديال التوب، واللي بغات نتائج سريعة سريعة ما فيهاش اللي تسنى، هذا غيعطيك نتيجة من أول استعمال، غتلاحظي بلي التجاعيد راه تجبدوا ليك، يعني ما بقاوش فيك التجاعيد والوجه ديالك ولا ما شاء الله ما شاء الله. فإلا بغيتي نتيجة سريعة، عندك شي مناسبة بغيتي الحنيكات كيتزادوا لك يعني بالزربة بالزربة، فكننصحك بهذيك الوصفة، راني مجرباها واحد الحاجة توب ديال توب، والبنات كذلك مجربينها على القناة. نزلوا التعليقات كاع نتوما ديال الفيديو تأكدوا، اسمها تسمين الخدود في 3 أيام إبداعات نهى للنواعم، ضروري تكتبوا إبداعات نهى للنواعم باش تخرج لكم الوصفة ديالي أنا، لأن كنكتب شي عنوان كتلقاو فيديوهات متشابهة ما كتكونش نفس الوصفة، واخا كيكون شي حد مثلا خدا ليا العنوان ديال الوصفة، ولكن ما كيكونوش الفيديوهات متشابهة. وهذه راه بامكانكم تستعملوها 3 ديال المرات في اليوم، 4 ديال المرات، غير اهم حاجه ما تستعملوهاش يا البنات الا غادي تخرجوا، الا غادي تخرجوا ما تستعملوهاش في اشعه الشمس. وهذا السيروم راه كندرت فيه زريعه الكتان او ما يسمى ببذور الكتان، وعملت فيه كذلك دقيق الارز ومكونات اخرى، اكيد غادي تلقاوهم في الفيديو. وطبعا اهم حاجه دائما الطريقه ديال التدليك، ما تدلكيش وجهك هكا وتنزليه، راه العضلات غادي ترهليهم، دائما هكا دائما الفوق، يعني الحنيكات دائما طلعيهم الفوق. واحد البنت قالت لي ما عرفتش الطريقه، وراه سبق وريتها لكم على المانكان، ولكن ما فيها، بس غنجيب المانكان دابا ونوريكم الطريقه بسرعه. ترارا،
هيا جبتها لكم يا البنات. طبعا الطريقه باش غادي توضعوا هذا الزيت هذا، غادي توضعوه هكا من الاسفل الى الاعلى، وهنا هذه البلاصه غديري بحال هكا وتدوزي تحت العينين، ماشي تبقاي هكا وتهبطي ليا الحنيكات. راه كنلقاو بعض البنات فعلا كيستعملوا الوصفات ولكن حنيكاتهم نازلين، بسبت هكا كره نهار كطلص هكا، طلصي الى الاعلى يا اختي. وهنايا غادي تعملي بحال هكا، بحال الشكل ديال النخله، شفتي معايا بحال الشكل ديال النخله. طبعا باش نحيدو التجاعيد اللي كيكونوا عندنا في هاد البلاصه. وهنا غديري بحال هكا بهاد الطريقه، بحال هكا، وهنا كذلك هكا هكا هكا. ثم من بعد ما غادي تستعملوا هذا السيروم، طبعا وريتكم طريقه الاستعمال. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم. الى عندكم اي غزالات ديالي، اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا اناميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو على اكبر نطاق باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش الغزالات ديالي بشي دعوه ديال الخير، وربي يحقق لي اللي في بالي ويحقق لكم اللي في بالكم، وادعوا لي مع الوالده ديالي بالرحمه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.